سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. البيئة الطبيعية اللي حوالينا هي من أهم العوامل اللي بتأثر على نفسيتنا وسلوكنا، والاهتمام فيها لازم يكون عادة من عاداتنا اليومية. ومن هالمبدأ أطلقوا مجموعة من شباب وصبايا كلية العلوم الزراعية بمدينة السويدة جنوب سوريا مبادرة تحت عنوان أفكار وأيادي لإعادة تأهيل حدائق الكلية وزراعتها بالنباتات اللي تعتبر نماذج بتدريس مواد الكلية. هي كانت البداية، بس فريق المبادرة انتبه لأهمية هذا النوع من المبادرات بكل المدينة، مو بس ضمن حدود الكلية، فقرروا يطوروا الفكرة لفريق تطوعي كامل تحت مسمى Go Green، بيشتغل على تنمية وصناعة الوعي البيئي وإعادة تأهيل الحدائق والمرافق العامة بالمدينة بطريقة أكاديمية علمية على أساس المعايير العلمية والأكاديمية اللي تعلموها خلال دراستهم. فريق المبادرة بيتكون بشكل أساسي من 5 أشخاص، بالإضافة لعدد من المهندسين الزراعيين من الكلية وعدد من المتطوعين، بيوصل عددهم ل 130 متطوع بيشتغلوا كلهم مع بعض ضمن منهجية محددة ومدروسة لإعادة صيانة الحدائق بشكل علمي. مثل كتير من المبادرات الاجتماعية والشبابية، بيواجه فريق أفكار وأيادي صعوبات كتيرة بتتعلق بالموافقات الأمنية وموافقات الكلية، وعدا صعوبة الحصول على الموافقات بيواجه الفريق تحدي كتير كبير بالحصول على الدعم العيني والمادي. والمبادرة لهلأ مدعومة بس من قبل الفعاليات الاقتصادية وأفراد من المجتمع المحلي بيدعموا المبادرة بعد ما بيتأكدوا من وجود الموافقات وخطة العمل. أما من الناحية الاجتماعية فلاقت المبادرة ترحيب من المجتمع المحلي بمدينة السويدة، وطلبوا بعض الأهالي من المتطوعين أنه يكملوا بالشي اللي عم يعملوه مهما واجهتهم تحديات وصعوبات ومهما اصطدموا بعراقيل، لأنه هنن كمجتمع محلي مؤمنين فيهم وبالتالي عم يعملوا لمصلحة المجتمع والمدينة. وحتى لو مو كلنا منقدر ندعم فريق أفكار وأيادي، بس أكيد كلنا منقدر ندعم بيئتنا ومجتمعنا وبلدنا، ولا تنسوا أنه نحن دائما سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.